قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل السماء
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها آمن
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
الله العظيم.